لقد تمنيت أن أكتبها بين طيات صفحات مذكراتي البائسة، وقد نلتها. حسناً، إنه مساء 23 من فبراير، السنة الثانية بعد الاكتشاف. ها قد عاد صديقي القديم بعد غربة طويلة غير مقصودة. توحشتني قوي. عارف في حاجات كتير قوي حصلت معايا وعايزه احكيها لك كلها. بص يا سيدي، انا عندي ايدز. لا مش ايدز يعني، بص انا لسه في مرحله فيروس نقص المناعه اللي يعني بعدين بيسبب ايدز. ايه وتفرق في ايجل ازاي يعني؟ كلكم بتحطوني في نفس الخانه، ابويا امي اخواتي صحابي زمايلي في الشغل. ده موبايلي بطل يرن من سنتين. واتطردت برضو من الشغل. عارف مش مهم، بس انت وحشتني يا ياد. خلاص بقى ما تقفش، ما انت عارف انه رامي هو اللي حطك في الشنطة قبل ما يسافر.